كيف تحول لبنان من مستشفى الشرق لبلد مريض؟ عدم وجود سياسة استشفائية واضحة وانعدام الرقابة الحكومية الفعالة عم بتحد من حق معظم اللبنانيين بالرعاية الطبية. هل ممكن تصليح السياسات الخاطئة اللي وضعت البلد بين الحياة والموت؟ أم نحن بحاجة لخطط جديدة؟ شو الطريقة لإعادة الكوادر الطبية اللي هاجرت؟ كيف ممكن الحد من احتكار الأدوية؟ وليش تحولت شنطة السفر لصيدلية؟ لبنان تاون هول بيفتح ملف الصحة بحوار موضوعي بين الشباب اللبناني وعدد من مسؤولين والخبراء لاسترجاع لقب مستشفى الشرق. طلعت بصحتي عنوان حلقة لبنان تاون هول ببث مباشر وموحد على عدد من وسائل إعلامية محلية مختلفة. تنين 13 كانون الأول 9:30 المساء.